والله كل شروط تنظيم هذه الانتخابات اليوم متوفرة. سبق لي وللكثير من المسؤولين سواء من الدولة أو من المؤسسة العسكرية أن عبروا يعني في كثير من المواطن عن اتخاذ الدولة لكل التدابير ولكل الشروط التي من شأنها أن تمكن البلاد من تنظيم انتخابات أولا على أساس قيم الشفافية والديمقراطية. عهد الفساد قد ولى، والعدالة إلى اليوم أثبتت بأنها بالمرصاد لكل المفسدين ولكل من يعني يسعون من خلال أعمالهم الخبيثة إلى المساس بكيان الأمة، سواء تعلق بأمنها أو بتصريف شؤونها أو بتسيير مقدراتها. وبالتالي اطمئن أخي، وليطمئن يعني أخواتنا وإخواننا من الشعب الجزائري بالنظر إلى الإمكانات وكذلك الإجراءات والسبل وكذلك اعتبارا يعني الإجراءات كذلك القانونية والإدارية التي تم إقرارها في إطار المسعى الرامي إلى تحصيل هذا الموعد التاريخي.